جديد، أهلا وسهلا بكم. ما زلنا نتواصل معكم في موضوع التعليم بالقدوة. ضربنا نماذج وأمثلة كثيرة، سواء كان في البيت، الأسرة، الأب، الأم، الإخوة الكبار، الموظفين والمدراء، رؤساء الأقسام، أيضا في الشارع، يعني في كل مكان. شخص قويم، سلوكياته حميدة، بيتخذ قدوة. بالمقابل إذا اتخذنا من شخص آخر ما بيتحلى بالأخلاق الحميدة قدوة، فبالتالي ده بينعكس سلبا طبعا على سلوكياتنا. أيضا دكتور عبد الحميد علي عبد الصمد، علي عبد الصمد، هو أستاذ جامعي معانا حاليا في هذه المساحة. ألو، السلام عليكم، يسعد صباحك يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النيل الأزرق وصباح مبارك لكل السامعين إن شاء الله. مرحب بك، صباح الخير عليك. نحن نتكلم عن القدوة، وبينقول إنه يعني الكلام النظري، المناهج صحيح إنها بتعمل إضاءات رائعة، لكن بالمقابل لازم يكون في تطبيق عملي. يعني أنا كطالب مثلا لما يتم تدريسي أو تعليمي على الأخلاق الحميدة ككلام نظري في الكتب وفي الدروس وكذا، ما زي لما أنا أشوف مثلا أستاذي وهو قدوة بالنسبة لي، أخلاقياته حميدة، سلوكياته رائعة. فبنتكلم عن التطبيق العملي. والله أول حاجة، نحن كمسلمين فلسفة الإسلام في ثقافة القدوة إنه ربنا أدانا نمزجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن نفسه: أدبني ربي فأحسن سنة تأديبي. وربنا أمرنا بأنه نقتدي به في كل شيء، في قوله، فعله، حتى تقريراته. الحاجة الشافة وما يستنكر تبقى سنة تقريرية. فكذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالقدوة يعني محتاج لها كما تفضلتم، يعني في ديننا وتعبدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا خلاه يعني يبعث نبيا، وسن التكليف بالنبوة لمعظم الأنبياء ما عدا عيسى عليه السلام ويحيى خذ الكتابة بقوة وآتيناه الحكم صبيا، بتكون في سن الأربعين. ليه سن الأربعين سن النبوة؟ لأنه سن النضوج الفكري. عشان كده يعني سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في تعبدنا لله عز وجل، القدوة من الأبوين. كأي إنسان بيكون معجب بأمه وأبوه، كل فتاة بأبيها معجبة، وكذلك كل فتاة. ويعني القدوة من المعلم، قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، لأنه بيزكيك القيم والأخلاق والمثل. ومهما كان يعني حتى المعلم عنده قصور في نفسه، نحن بشر ما ملائكة ولا يعني معصومين. أبى الله أن تكون العصمة إلا لذاته، ويعني الكمال إلا لذاته، والعصمة إلا لأنبيائه. شكله سبحان الله زمان يكون في بعض المعلمين مثلا بضعاف وخمر يشرب، لكن لا يمكن يجي قدام طلابه وهو أخلاقه يعني هي طراغه ضيدة. ممكن يعمل أي سلوك، لكن يكون حريص كل الحرص إنه طلابه ده إذا ربنا ابتلاه ما يعرفوا إنه هو بيقع في هذا الخطأ، حتى لا يقتل القدوة في داخلهم. فما نجي المدرسة بيكون هو البد القيم، البد الأخلاق، كونه يقع في خطأ ده جانب، لكن يعني كونه يقوم يجاهر به. وعشان كده واحدة من الإشكاليات، والزمن ضيع القدوة،
يعني بعد ما أصل، لأنه القدوة دي مهمة في الدين، في الأخلاق، في القيم، في الأسرة، في وسائل التعليم، في كده. لما الأب مثلا يقول لأولاده صلي يكون ما بصلي، لما المعلم يقول لهم ما تتعاطوا مخدرات، ما تتعاطوا تنباك، سيجار، غيره، وهو سيجارته قصبة، عشان كده يعني هنا بتحصل إشكالية وتنازع للطفل أو يعني من يتلقى الرسالة، حتى ولو كان ذول كبير، بيبقى إنه السلوك شيء والكلام شيء. شكرا دكتور عبد الصمد. خطير جدا ابن القيم قال فيه كلام جميل، قال علماء السوء، حتى الداعية لما يقول للناس أعمل وأعمل وأعمل وهو يعمل خلاف الكلام ده، السوء يقولون إلى الناس هلموا هلموا أدخلوا الجنة بأقوالهم، ويقولون لهم ابتعدوا ابتعدوا عن الجنة بأفعالهم، يظنون أنهم أدلة ولكنهم في حقيقة الأمر قطع طرق، لأن الإنسان بيقتدي بالسلوك بالفعل أكثر مما يقتدي بالكلام، وزي ما يقول الشباب بطق الحنك. طق الحنك ده أي زول بيعرفه. الله قال على المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن المحك في الإسلام وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أخلص لأنه لا بد في القدوة أن تتوافق النظرية مع التطبيق، والقول مع العمل، والفتوى مع التقوى. يعني ما قطع لحديثك، لكن يعني أذكر إنه إحنا كنا في صف سادس، وفي المنهج في دروس كانت عن التدخين، يعني حتى إنه ضربوا المثال بطالب في المدرسة أو لاعب كرة أعتقد ما كان بيقدر يركض في الملعب عشان هو بيدخن، ويعني يتكلم عن خطورة التدخين. فعندنا أستاذنا هو مدخن شره، يعني كل المدرسة بتشهد عليه والطلاب كمان شايفين هو ماسكنا المادة دي. فأذكر هو غاب في درس التدخين وجاء أستاذ ثاني درس الدرس. يا سلام يا سلام. هو ما قدر يدي صورة مغايرة، ونحن كنا شايفين حاجة وهو يجي يقول حاجة، يعني ما قدر يستهتر بالعقلية بتاعت حتى الأطفال الصغار وقتها. المربي الفاحصة يعني دي. التحية لجميع معلمي بلادي، خاصة الذين درسوا يعني في بخت الرضا وعرفوا يعني نفسية الطالب، معلمين الرعيل الأول اللي بتحترمهم غصبا عنك، يفرضوا عليك احترامهم وبتحبهم مرات أكثر من يعني أقرب الناس ليك. ما داير أقول والدينك، لكن مرات بتشوفه خالك وعمك وأي حاجة لك، لأنه ليه بتحسبه هو حريص على إنك دايرك تمشي لقدام وتبقى أحسن منه. أصلا يا أختي الكريمة، في اثنين إذا نفوسهم صحيحة وتربيتهم طيبة ديل بيكونوا أفضل اثنين للإنسان، اللي هو أبوك ومعلمك الرباني التربوي، لأنه ديل بيتمنى ولده يكون أحسن منه. وأي معلم تربوي رباني صحيح بيزق قيم التربية لطلابه، أنا كان في الأساس في الثانوي في الجامعة، بيتمنى من داخل سويداء قلبه إنه طلابه يكونوا أحسن منه وأفضل منه في كل شيء. أنا بشكرك يعني والله. ما بيحسدك. أكيد. معلمك الصادق ما بيحسدك. ممكن تلقى حسد من زميلك. بالعكس بيفخر وبيتباهوا إنه لو طلع أحسن منه. ممكن يحسدك. لكن أبوك نهائي never ever ما بيحسدك. معلمك المعلم الرباني الصحيح ما بيحسد طلابه. يفخر يوم ما يلقى طالبه ده مشى لقدام. أنا بشكرك دكتور عبد الصمد علي عبد الصمد، شكرا جزيلا على مداخلتك، شكرا على الكلام الطيب والرائع اللي ذكرته في موضوع التعليم بالقدوة، مداخلات ومساحات تانية بإذن الله. نسمع نتواصل معكم.